يهيمن بركان بيكو المندفع على جزيرة فوغو في جزر الرأس الأخضر. هذا رائع. تعايشت جماعة من الصامدين مع وحش النيران منذ أكثر من قرنين. معظم الناس هنا يقولون لن أرحل لأن جزءا مني يعيش في هذا المكان، فلا أستطيع الرحيل. الاستيقاظ الأخير للرجل الكبير كما يلقب هنا كان مدمرا. امتلأ المنزل بالحمم البركانية، وابتلعت الحمم البركانية أكثر من 300 منزل. صمدت البلدة وتعلم سكانها كيفية التعامل مع البركان. لأول مرة أعطي الطعام للدجاج في فوهة بركان. تارة مهددا وتارة حليفا، حفز بركان بيكو دو فوغو بناء شخصية العازمين على البقاء على أرض أجدادهم. يأتي البركان مباشرة في الأولوية، وبفضله أنا ما هو عليه اليوم. منذ أكثر من 15 سنة وأنا أجوب براكين الكوكب النشط لألتقي السكان الأقرب إليها، فمشاركة تفاصيل الحياة اليومية تساعد على فهم التاريخ الحي لهذه الأرض والتعرف إلى سكانها على نحو أفضل. تتكون جزر الرأس الأخضر من أرخبيل بركاني وتقع على مسافة 700 كيلومتر قبالة سواحل إفريقيا. أما جزيرة فوغو فتقع في الجزء الجنوبي، ويتوجها بركان بيكو على ارتفاع يزيد على 2000 متر. أنا في قلب كالديرا الضخمة في جزيرة فوغو، وارتفع هنا قبل 73,000 سنة بركان هائل على علو أكثر من 3500 متر، وانهار في البحر بشكل مروع مخلفا مشهد حزن هائلا على امتداد يبلغ قطره أكثر من 9 كيلومترات. ولم يضعف هذا النشاط منذ ذلك الحين، وظهر بركان آخر في وسط كالديرا، ويعتبر بيكو اليوم من بين البراكين الأصغر والأنشط على كوكب الأرض، ودفع جيل بعد جيل ثمن نوبات غضبه مرة واحدة على الأقل، ويعود آخر ثوران له إلى العام 2014. وكان هذا الثوران نقطة تحول في تاريخ الجزيرة، فبدلاً من أن تتدفق الحمم البركانية من القمة وجدت طريقها عبر شقوق قاعدة البركان. نفث بيكو سيلاً من الحمم البركانية المتأججة إلى أكثر من 70 يوماً، وشهد سكان كالديرا عاجزين في الصف الأمامي عرضاً أشبه بالجحيم يدمر بلدتهم. بردت الحمم البركانية منذ ذلك الحين، وانطلقت ورشة الإعمار الطويلة، وبدأت العائلات تعود تدريجياً إلى تلك الأرض حيث ترعرعت. ونشهد حالياً عودة 400 شخص من أصل 700، لكن لا تزال ذكرى الانفجار ماثلة في الأذهان، ولن ينسى ألسندو أن بلدة أجداده التي جرفها البركان ترقد تحت قدميه. أن نرى هنا بلدة نائمة على تدفق الحمم البركانية منذ عام 2014 أمر غريب ألسندو. أعيد بناء كل هذه المساكن التي تراها أمامك فوق المساكن القديمة، فقد دمر تدفق الحمم البركانية العام 2014 كل ما اعترض طريقه، وربما نحن الآن نمشي فوق سطح بيت قديم. إذن فجميع المنازل في الأسفل؟ نعم،
على عمق يتراوح بين 3 و4 أمتار، ربما 15 أمتار بحسب المناطق. فكانت هذه المنطقة هنا مغطاة بالمنازل، وابتلع تدفق الحمم البركانية أكثر من 300 منزل، وأتى على الأخضر واليابس، فالمدرسة ومركز الرعاية الصحية وقاعة البلدية والفنادق والحانات والمطاعم والكنيسة دمرت بالكامل. وحدث كل هذا بالقرب من البركان؟ في البداية كان تدفق الحمم البركانية محصوراً حول البركان، ثم انساب شيئاً فشيئاً في كل الأمكنة هنا، مدمراً كل ما حولك ليصل إلى بلدة مونغيرو التي تقع قليلاً إلى الأسفل. اعتقدنا في بداية الثوران أن الأمر لن يستمر أكثر من 10 أيام أو ربما 20، لكن ذلك استمر 77 يوما. كان ثورانا عدوانيا جدا. تعال، أريد أن ترى ما حصل أثناء ثوران العام 2014. هذه حمم؟ نعم، هي حمم بركانية تعود إلى العام 2014. أوصلت الحمم البركانية إلى هنا؟ نعم، لقد غمرت الحمم البركانية هذه المنطقة، كما غمرت الفندق ومسبحه. هذا شيء لا يعقل، نشعر بتدفق الماء خارج المسبح. هذا رائع، نرى التموجات في كل الاتجاهات. نعم، فهي حمم القباب، مظهرها يشبه الكراميل الذي نضعه في قالب لصنع الحلوى، بالإضافة إلى أن الحمم البركانية تابعت النزول. وصلت الحمم البركانية إلى هنا وامتلأت بها هذه المنطقة، ثم كسر السكان الحمم هنا على سبيل المثال للتمكن من العيش فيها. امتلأ البيت بالكامل بالحمم البركانية، لم يستطيعوا رفعها من هنا، ولكن انظر إلى هذه المساحة الصغيرة تحت السقف حيث استطاعوا استخراج القليل منها. مرت بسرعة البرق لأنها عادة تنمو على المنازل فتسقطها. تلتف حمم القباب هذه حول كل ما تجده صلبا، فتتصلب عند ملامسته، ثم تتابع دورانها حول المبنى حيث تتراكم ثم تفيض، فهي تشبه النهر في هذه المنطقة، تجرف كل ما يعترض طريقها. فقد ملأت المجال هنا والتفت حوله ثم أكملت طريقها. أتعقب برفقة ألسندو خطوة خطوة مسار الحمم المنصهرة الباردة للوصول إلى نقطة انبثاق الحمم البركانية حيث وقع الانفجار. لنتخيل المشهد بشكل أفضل، كانت توجد هنا ينابيع من الحمم البركانية التي ما لبثت أن تحولت إلى حمم منصهرة ضخمة ملأت الوادي بالكامل. واختلفت أنواع الأنشطة، ففي الأعلى مقذوفات ضخمة من الرماد وقذائف بركانية، بينما هنا أغرقت الحمم البركانية والحمم المنصهرة جميع المناطق الواقعة أسفل كالديرا. لا يزال بوسعنا رؤية الشقوق، من الرائع فهم كيفية حدوث البراكين. إذن يحدث البركان شقوقاً وتنساب الحمم البركانية بعد نفثها عبر هذه الشقوق، ما يؤدي إلى اصطفافات الفوهات هذه. نعم، إذا نظرنا جيداً نجد أن 30 فوهة مصطفة بشكل أفقي برزت حول بيكو. عند تصاعد الحمم البركانية نحو السطح ينتفخ البركان محدثاً شقوقاً وصدوعاً يستطيع الانسياب من خلالها بسهولة أكبر، وتنجم عن هذه العملية انفجارات أفقية تشكل خطراً على السكان بشكل خاص، لأن الحمم البركانية انبثقت من قاعدة البركان لا من قمته بالقرب من المناطق المأهولة.
هذا ما حدث في نوفمبر 2014. لا تزال آثار الكبريت واضحة هنا، ما معناه أن الأسفل لا يزال ساخناً جداً. نعم، إنه ساخن جداً، انظر. يا للهول، إنه ساخن جداً. كم هي درجة الحرارة؟ 80 درجة مئوية تقريباً. هذا مذهل، لدينا حقاً شعور أننا قرب تدفئة مركزية. نعم، هذا صحيح تماماً، هذا أيضاً يذهلني دوماً. أعاد المجتمع بناء البلدة حجراً تلو الآخر بقوة السواعد. قدم الجميع يد العون، كباراً وصغاراً من دون استثناء، في محاولة رائعة لإظهار روح التضامن. فهؤلاء الذين حولوا البركان إلى مسكن، ربطوا مصيرهم إلى الأبد. نحن أمام عائلة كبيرة تتآزر. أنت تعرف الجميع هنا. هذا هو، هذا تيو، تيو مونترون، قريب، صديق وأخ، نسخة مني. أراك. هل تفعلان دائماً هذا عندما تتبادلان التحية؟ وبعد ذلك؟ هذا هو القلب. أنتم فعلاً تشكلون عائلة واحدة هنا. نعم بالطبع، فنحن جميعاً هنا أقرباء، أقرباء من طريق الزواج، أقرباء من الدرجة الأولى، أقرباء من الدرجة الثانية. كان الاختلاط بين العائلات سابقاً أمراً شائعاً، ولهذا السبب كل الأشخاص هنا ينتمون إلى عائلتي. سلف مشترك يجمع بين ألسندو وجميع السكان، وهو مغامر شهير كان أول من استقر في أراضي فوغو البركانية. كان من أصل فرنسي ووصل إلى الرأس الأخضر هنا إلى فوغو في القرن 19، وأنجب العديد من الأولاد على الجزيرة، وهذا يفسر النسبة الكبيرة من مجتمع فوغو التي تحمل اسم مونترون. هنا في كالديرا أنتم جميعاً من ذرية آل مونترون. نعم نعم، الجميع تقريباً. أنتمي أنا إلى جيل آل مونترون الخامس، إلا أنه ليس لدي عينان زرقاوان وشعر أشقر، لكنني واحد منهم. ابتلعت الحمم البركانية هنا منازلكم، ونشعر فعلاً أنها جذوركم، ولا قدرة لكم على الرحيل. نعم بالفعل، يقول معظم الناس لن أرحل، هنا نابيكو، أي سرتي، وقطعة مني مدفونة هنا مثل سرتي، فلا أستطيع الرحيل. أهلاً. فالأولاد آخر ذرية سلالة صنعتها الحمم البركانية، هم أمناء نمط الحياة غير المستقر، يجرونني نحو طريق رسمته الحمم البركانية الباردة. هنا في فوغو لا تشبه طريق المدرسة أي طريق أخرى. في نهاية المسار، مبنى المدرسة الصغيرة هو الوحيد الذي سلم من ثوران بركان 2014. تطوعت كاتلين وهي من أصول جزيرة أخرى من الأرخبيل لتعليم أولاد بيكو. وهل كانت إعادة فتح المدرسة فوراً بعد ثوران البركان بالأمر المهم؟ نعم، كان من المهم جداً إعادة بناء المدرسة سريعاً، كي لا يبقى الأولاد في كالديرا من دون مدرسة ومن دون علم، فقد ترك العديد من التلاميذ العلم. عدم وجود مدرسة يعني نهاية البلدة؟ التعليم أساس الحياة، فمن دونه لا نستطيع الذهاب بعيداً. جئت للعمل هنا وأنت غريبة عن كالديرا، فكيف كانت الأمور بالنسبة إليك؟ هل العيش هنا أمر مميز؟ كان الأمر جديداً نوعاً ما ومعقداً بعض الشيء، لأنني آتية من جزيرة حضارية. لكن هنا يحيط بنا تدفق حمم بركان عام 2014، ألم تخافي في البدء من كل هذا؟ من كل هذه الظواهر؟ من كل هذه الانفجارات؟ لا، لأنني شاهدت بأم عيني ثوران العام 2014، لقد كان شيئاً
لا أستطيع وصفه، رائعاً ومرعباً في الوقت عينه. كان جميلاً ولكن أيضاً مخيفاً بعض الشيء، لأنها كانت تجربة رائعة بالنسبة إلي، لأنني تمكنت من مشاهدة قوة الطبيعة عن قرب. على أي حال، هذا يتطلب الكثير من الشجاعة. لا أعتقد أنني شجاعة، أصف نفسي بالأحرى كمغامرة، فأنا أحب المغامرة. نشعر أن الأطفال يعيشون النعيم في هذا المكان، فهم يستطيعون الذهاب حيث يطيب لهم. نعم، يمنحهم هذا المكان الحرية المطلقة، فيستطيعون اللعب بحرية من دون تهديد كبير بالمخاطر. يستطيعون الذهاب حيث يطيب لهم، يستطيعون تسلق الجبال، لا حدود للسماء بالنسبة إليهم في كالديرا. لكن هذا يؤثر على تعليمهم المبني على التطبيقات الفعلية أكثر من النظريات، فهم يحتاجون إلى تطبيق العديد من النشاطات، أن يكونوا مشغولين. كيف نعلم الأطفال ماهية البركان في محيط كهذا؟ نحضر الدروس مع ما يلائم واقعهم، نعلمهم التأقلم مع هذا البركان الموجود في حياتهم. هل نحن في كوكب آخر؟ بالضبط، كما لو كنا في كوكب آخر، إلى درجة تجعلهم يقولون عند ذكر بلدان أخرى في الصف إن كالديرا بلد بحد ذاته، وإن المدن المحيطة به هي أيضاً بلدان أخرى. في كالديرا في جزيرة فوغو يعد البركان تصاميم معمارية مذهلة، بينما يشيد الإنسان مساكنه. فهنا تسربت فجأة غازات تدفق الحمم البركانية، قاذفة شظايا منها تجمعت شيئا فشيئا، فشكلت بنا مدهشة من الحمم البركانية عرفت باسم هورنيتو. جواو مربي حيوانات، وقد وجد في بنا البازلت هذه فرصة فريدة. الباب من هنا. واو. نعم، هذا باب. باب حقيقي، لا يعقل، والمفاتيح موجودة أيضا. مذهل. هكذا إذن. هناك الدجاج والديك الرومي والبط، وهناك من يهتم بهذا هنا. لأول مرة أعطي الطعام للدجاج في فوهة بركان. من أين خطرت لك فكرة استعمال هذا الهورنيتو كقرن للحيوانات؟ أحب الحيوانات كثيراً، لكن لم تتوفر لي حظيرة لأربيها فيها، فصعدت إلى هناك ووضعت سلماً ونزلت، كما وضعت باباً أغلقت فيه الفجوات هناك. صنعت كل هذا لتكون حيواناتي في الداخل. يكون الهورنيتو عادة غير متين بالشكل الكافي، لكن هذا ممتاز. هو متين ويحمي جيداً، وإضافة إلى ذلك القعر مسطح، وهذا من شأنه حماية الحيوانات من المطر والهواء والشمس، فهي بعيدة وهذا أفضل لها، فالنفايات قلت كما قل اضطراب الحيوانات، تحس أكثر بالارتياح. شاركت ألسندو عند أول خيوط الفجر مسيرة استكشافية يقوم بها كل ولد من كالديرا على الأقل مرة في حياته، تسلق قمة بيكو. هل تصعد إلى الأعلى منذ سن السادسة؟
في محيطي وفي سن السادسة يسمح لنا باللعب في الحديقة بينما أنت تصعد البركان مباشرة. صحيح، كلما نظرت اليوم إلى أبنائي وبنات إخوتي أو إلى الأولاد الآخرين الذين يبلغون 6 أعوام، وهذا غريب بالفعل، أراهم أطفالاً. الحمم البركانية متراصة جداً هنا. أن نتخيل أن البركان ينشأ بهذه الطريقة أمر عجيب على الدوام، فتراكم قذف الحجارة الصغيرة وفي بعض الأحيان الكبيرة يصنع كومة ضخمة يطلق عليها اسم البركان. هذا حقاً جميل. كم تبقى لنا؟ نصف ساعة للوصول إلى الأعلى. سؤالك عن الوقت المتبقي مضحك. يسألني بعض السياح في بعض الأحيان السؤال نفسه فأجيبهم: كدنا نصل، لقد وصلنا تقريبا، لكني لا أصارحهم بالوقت المتبقي فيتابعون ما تعتبره تقريبا لا نهاية له. وصلنا. هذا ساحر، كم هو مدهش تباين الألوان. هذا مؤثر جدا، نرى جميع الطبقات قد تكدست لتكون جبل النار. هذا رهيب. هل تتذكر مجيئك إلى هنا للمرة الأولى؟ بالطبع، فهذه ذكرى لا تنسى. هذا شيء لا يفارقني، وكأن الزمن توقف. هي لحظة تركت أثراً في حياتي. وما كان ذلك؟ أكان فضولاً أم خوفاً؟ هل كان شيئاً محظوراً عليك؟ صعدت إلى هنا للمرة الأولى لأنني رأيت دخاناً متصاعداً. عندما كنا صغاراً كان أجدادنا يروون لنا دائماً قصة نو شوتي، الرجل الذي وضع الخبز في الفرن. تناول الخبز ساخناً كان أشبه بالحلم لأن الخبز كان شيئاً نادراً. تلهفت جداً عندما أعلمني والدي أننا سنأتي إلى هنا، فلم يغمض لي جفن طوال الليل، وتشوقت لصعود البركان وتناول خبز نو شوتي الساخن ومقابلته، ومررنا بالقرب من الفتحات الحرارية ونحن صاعدون. عندما وصلنا إلى الأعلى رأينا الدخان يتصاعد من الأرض، لكن ما من أحد أشعل النار. لم يخطر في بالي قط أن البركان هو على هذا الشكل ناشط جدا. كان البركان بالنسبة إلي مجرد جبل، ولكن عند وصولي إلى هنا أدركت أنني على خطأ وأن هناك حياة في الداخل. عندما تصل إلى هنا إلى قمة بيكو، هل تقوم بزيارة صديق أو أي شخص من عائلتك أو روح؟ ما هي علاقتك بهذا البركان؟ أردد دائماً، أعتقد أنني حجر من حجارة البركان، وعندما أصعد إلى هنا يتولد لدي إحساس بأن هناك من يحميني. فبادئ ذي بدء، وبفضله أنا ما هو عليه. أنا إنسان. إنه أمر يصعب تفسيره والتعبير عنه. على أي حال هذا مؤثر جداً. بالطبع قوي جداً. أن تصحبني إلى هنا هو فعلاً هدية قيمة بالنسبة إلي. ليس عليك أن تشكرني، فهذا كان من دواعي سروري. شعرت اليوم باللذة نفسها التي أحسست بها في المرة الأولى. يتولد لدي شعور بأن شيئاً لم يتغير، وأيضاً بأن شيئاً ما قد تغير. ولحسن الحظ فالهدوء مخيم وكل شيء طبيعي. من دواعي سروري مرافقتك إلى هنا. شكراً. رؤية مصير مجتمع معلق إلى هذه الدرجة ببركان أمر نادر. يبدو أن الرجال والنساء في كالديرا الضخمة
قد نحتوا في الصخرة البركانية. فهم يوماً تلو آخر يستمدون الطاقة من البركان لتضميد جراحهم، فتجري الحمم البركانية في عروقهم، وتشتعل نار الجبار بيكو دو فوغو في قلوبهم.